السلام عليكم إخواني الأفاضل، تحياتي لكم. في هذا الفيديو اليوم سأعرض عليكم بعض نتائج تطعيمات الكرز على الكرز البري، الله يبارك. كما تشاهدون نتيجة مبهرة، الله يبارك، ومفرحة، الله يبارك. ويلفت الانتباه هذا التطعيم قمت به في نهاية في أواخر نهاية شهر مارس من هذا العام، أي بعد حوالي 3 أشهر. كما تشاهدون الله يبارك نسبة النجاح. قمت بزيارة خفيفة، هذا هو مكان التطعيم. يجب علينا أن نقص كل هذه النموات التي تعيق النمو الجيد لهذه الأقلام، الله يبارك. وما يلفت الانتباه، الله يبارك، هذه الشجرة الكبيرة من الكرز البري، ركبت عليها 8 أقلام، الله يبارك. نسبة النجاح 100%، الله يبارك. كما تشاهدون هنا مكان التطعيم، الله يبارك. كما تشاهدون كل الأقلام نجحت، والنمو الجيد، الله يبارك، على بركة الله. كما تشاهدون إخواني الأفاضل، نسبة النموات جد كبيرة، الله يبارك. كما تشاهدون إخواني الأفاضل، فيديوهات أعرضها عليكم فقط لتتأكدوا متتبعي القناة، الله يبارك. كما تشاهدون، الله يبارك، هذا الغصن لم ينجح، قم بنزعه، وهذا أيضا. لا تنسوا الدعم والاشتراك للقناة إخواني الأفاضل ليصلكم كل جديد. أترككم في رعاية الله وحفظه، وإلى فيديو آخر إن شاء الله، والسلام عليكم.